السلام عليكم، الاخبار كله تمام؟ بص يا باشا، احنا معانا النهارده دبل بيز الاندرايد مش شغال معايا على البريتوز، مش شغال معايا على البريتوز، يعني كده اجي اخش ابحث مش لاقيه. اوكي، طب انا ماشي هاجي اعمل كده، وعندي اخش على اعدادات معايا خطوه خطوه كده، اخش على النظام اخر حاجه النظام ايه. اوكي، اطلع فوق كده اجيب اعداد المصنع، هكتب الكود بتاعه 7410. اوكي ماشي، عطالي السيستم كله بتاع الجهاز. اوكي، السيستم كله يعني معنى اصح المخ الجهاز نفسه، اي حاجه اي ابلكيشن اي حاجه عايزه ايه اخش فيها عايز اعدلها. يعني انا عندي الكاميرا مش شغاله، عندي ايه دي في اورو، عندي الاوكسي مش شغال، عندي ابلكيشن مش شغال، عندي حاجه مش شغاله هشغلها. هخش هنا بس الاول على على البلوتوز، عندي البي تي اهو اول واحد. اوكي، هو معمول على ايه؟ دي ايه 130 مثلا. لا انا هختار اخر واحده، اخر واحده اهي. اوكي، راح جايه طالعه، هاكد تاني هي جايبه اهو اخر واحده. ماشي، علمت عليه انا اهو. ماشي، اوكي يا رجاله. بص اجي طالع بقى واجي عامل ايه، اسيف، عندي السيف اهو، اسيف اللي انا عملته، واسيب الجهاز يفتح ويقفل وابحث هيشتغل معايا بلوتوث. تمام.